شفت بقى شعرك بقى عامل ازاي؟ حلو؟ تحفة، ناعم ولمعانه يجنن. طب ولا يعني شاهي علشان ألمع الشعرتين اللي حلت؟ اقعد افرك في عينيها طول الليل، الشابو ده بيحرق العينين قوي يا شاهي. انت اللي بتصمم تفتح عينيك تحت الميه وما بتصبرش، انا نفسي افهم العادة الغريبة دي مصدرها ايه؟ بخاف من الضلمة. لا يا حبيبتي، ما تخافيش من حاجة أبدا، طول ما أنا جنبك مفيش حاجة في الدنيا تقدر تأذيكي. الله، ده المزاج الليلة دي عنب. عنب إيه وبطيخ إيه؟ كلام البيئة ده. يبقى بالراحة يا شاهي، أنت بتدعاكي البلاط. إيه اللي أنت لابسه ده يا سليمي؟ خاتم. هل؟ خاتم؟ ده بتقول عليه خاتم؟ ايه العرف ده يا دكتور؟ انا زي ما شفتوش في ايدك قبل كده. لا ما انا لسه لابسه دلوقتي، اصلا انا مرضتش البسه وانا بستحمى، خفت احسن يصدي. خلينا في المهم. وهو كده مش مصدي؟ في راجل في مركزك الاجتماعي وقيمتك العلميه يلبس صفيحه زي دي؟ لا لا، هات يا كليمان. ايه يا شاهي يا شاهي، سيبيه. الله، عجبني يا ستي، بقت فائل بيه، حاسس انه وشه حلو عليا. اصلا انا لبسته من هنا يا شاهي، وتاني يوم على طول ربنا هداني للفكره اللي انقذت شهد. المهم، انا ما كنتش اعرف ان انت بتصدق في الخرافات دي يا ستي. ولا انا ما حسبتهاش، هي جت كده. سليمان، هو انت هتروح بكره الحفله لابس الخاتم ده؟ حفله ايه دي بقى؟ الله، حفله امين عزام. انت نسيت ولا ايه يا صالي؟ امال احنا دخنا وراك طول النهار عشان ايه؟ يعني ضروري قوي الحفله دي يا شاهي؟ لا، شوف بقى يا صالي، كلكم والحفله دي كوم تاني. ده انا جايبه لك بدله سنيه تحفه وكرافات خطيره هتكسر الدنيا. انا عايزك بكره سوبر ستار، الحفله كلها معموله على شرفك يا حبيبي. طب ما تكملي بقى الليله الحلوه دي وتنامي جنبي. ما فيش حاجه يا شاهي، انا مش غريب يعني. ايه؟ بطل دلع بقى يا سولي، يلا تصبح على خير. شاهي، انت ما بقيتيش تحبيني ولا ايه؟ سليمان يا حبيبي، انت عارف ان انا تعبانه قوي وعلى طول ورايا شغل كتير، شغل شغل شغل. يلا يا قلبي، sweet dreams، sleep tight. يا نهار اسود، ايه اللي بيجرى ده؟ مش بقول لحضرتك مصيبه، ده انا بقالي ساعه بكلم الدكتور على الموبايل ما بتردش. موبايل ايه بس يا داليا؟ اكيد عامله سايلنت، هي مش قالت انها هتاخد راحه النهارده عشان عندها حفله بالليل. طب ايه، نكلمها على تليفون البيت؟ اه طبعا لازم نكلمها، ودلوقتي حالا. مصطفى، الساعة كام دلوقتي؟ وعايزني في ايه الساعة 9 الصبح يا مصطفى؟ خلص يا مصطفى عشان انا مش قادرة افتح عينيا. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الكلام الحقير ده؟ اسمها ايه الجريده اللي نشرت الكلام السافل ده؟ المستقبل سعد، دي جريده تقيله ومحترمه، بس جابت الكلام ده ازاي؟ البلاغ لسه متقدم امبارح الصبح ولسه ما اتعرضش عليا. ما انا سعادتك استغربت جدا وخفت لما عليك تشك فيا. لا يا محمود، اشك فيك ده ايه؟ هو انا لسه هعرفك دلوقتي؟ وريني كده. ايه ده؟ وصور كمان؟ هي دي صورة الواد اللي قدم البلاغ؟ هي سعادتك.
انت بعت له استدعى زي ما قلت لك؟ طبعا يا باشا، ومضيته عليه قبل ما يمشي. اه الحكايه كده فيها ترتيبات كبيره قوي يا محمود، مش ممكن تكون صدفه ابدا. روح لرئيس القلم وهات لي منه الشكوى دي حالا. حاضر يا رئيس. صباح الخير يا عماد بيه. في واد هبعت لك بياناته دلوقتي تجيبه لي فورا. واحد نسكافيه بلاك واتنين دنش، بس بتاريخ النهارده. ها؟ كله بتاريخ النهارده يا استاذه، ما تقلقش. لا لا طبعا يا خفيف، ما هو مش عشان انا بقى جديده هنا في الجورنال تلزق لي البيت عندك من اسبوع. حاضر يا استاذه، يلا. سيب الحاجات دي عندي يا رب. حاضر. استاذ اكرم، ايه المفاجاه الجامده قوي دي؟ انا برضه المفاجاه. ما اللي عملتيه النهارده ده يتسمى ايه يا استاذه؟ ربنا يخليك، عجبك الموضوع؟ فوق الممتاز. ألف ألف مبروك يا عمير، فعلا شغلك حلو ومكسر الدنيا. تقدري تقولي كده الله أكبر إنك وفرتي على نفسك مشوار 5 سنين. ربنا يخليك، شهادة لذيذة قوي، شهادة عظيمة والله، أعتز بيها العمر كله. الدنش يا أستاذ عمير، شوفي التاريخ كده حضرتك. تاريخ يا راجل، هي الحاجات دي بتبوظ. حلو قوي. أستاذ أكرم تشرب إيه بقى؟ لا أنا والله أبدا، لازم تشرب حاجة على حسابي. هو أنا في ديك الساعة، قصدي يعني انها ساعة سعيدة جدا بالنسبة لي عشان الموضوع بتاعي يعني ال 12، وانا بقى لازم ادفع ثمن السعادة دي. طيب يا ستي خليها موكا يا رامي. حاضر يا استاذ اكرم. ستي، ده انت اللي سيدي وسيدي اللي جابوا اهلي. ايه ولا الحلاوة دي يا ولا؟ هي سرحتي في ايه يا عبقرية؟ لا خالص مفيش. الموكا وصايا يا رامي. ايوه حالا يا مجدي، امال بكرة؟ ايوه يا سيدي، عايز عنوان جريده المستقبل. يا مجدي ما تفقعنيش في حياه ابوك، يعني ايه المستقبل ولا المستقبل اليوم؟ ما اعرفش، كل اللي اعرفه اسمها جريده المستقبل، وعايز العنوان 10 دقايق بالكتير تكلمني، في حياه ابوك يا مجدي. ماشي، يلا مع السلامه. هو حضرتك بتسال على جريده المستقبل برضو؟ انت جاني انت بات ولا ايه؟ تتسلطي عليها؟ لا 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 والله ما اقصد يا دكتور، انا بس كنت عايزه اوفر على حضرتك التليفونات اللي انت بتعملها، لو عايز عنوان الجريده اتصل بالدكتوره وهي تقول لك. اشمعنى يعني يا دكتور؟ ما هي لسه خارجه من ربع ساعة بعد ما قلبت الدنيا شخط وزعيق وتليفونات عشان تعرف عنوان النيلة اللي اسمها جريدة المستقبل دي. مفاجأة مش كده؟ مفاجأة؟ دي سبق صحفي صاروخي بعيد المدى. يعني حضرتك تيجي تشتغل معانا هنا وهتسيب مجلة العروبة دي خالص؟ للأبد. آه واضح إن الشغل هناك مش قد كده. لا 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 مش كده خالص. في اعتبارات تانية هتعرفيها لما تتعمقي شوية في شغل الصحافة. خلينا في المهم. انت عندك استعداد تشتغلي معايا في التحقيقات مكان الحوادث اللي انت فيها؟ عندي؟ ده سؤال ملوش اي معنى. ده عامل كده زي ما تكون بتخيرني تقول لي تاكلي جمبري وتفكك من الجبنه القريش. ده انا بس خلاص خلاص، حلو قوي. ايه ده، ايه الترحيب ده كله؟ اصل انا متوتره جدا النهارده الحقيقه. ليه بقى؟ ليه؟ لاني اضعف من ان استحمل 3 احداث حلوه في يوم واحد. 3 احداث؟ طيب الاولاني وعارفينه، والتاني شغل التحقيقات، التالت ده يبقى ايه؟ اني فسخت خطوبتي. ايه وده يبقى خبر سعيد؟ طبعا ده اجمد واحد في الثلاثة. ايوه بس انا شايفك لابسه دبله. دبله؟ دبله اصل انا لسه فسخها بس من 10 دقايق. نعم. 10 ساعات امبارح بالليل، بس اتلخمت بقى في نشر الموضوع بتاعي وكده فنسيت. اهي اهي نهار اسود. في ايه يا عبير؟ عفاريت الناس دي بقى ولا ايه؟ عفاريت؟ كل ما اروح في مكان يطلعوا لي. انا مش فاهم حاجه.